مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمه. تحيه وحب لحضراتكم طبعا كل من بيشاهد برنامجنا من خلال قناه الاهلي. وهنبدا النهارده بمهارات جديده ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم. وهي عموما الحلقه النهارده بناء على طلب مشاهدينا الكرام اللي بيشوفونا من خلال شاشه قناه الاهلي. طلبتوا مننا اللانشون اللحمه ولانشون الفراخ. هنعمله بطريقه بسيطه ان شاء الله النهارده، ويبقى يعني حاجه كده معموله في البيت بشكل حلو وحاجه موثوق فيها، عاملينها بلحمه حقيقيه بفراخ حقيقيه، ويعني ايه تنفع بحاجات وكميات بسيطه. كل ما يبقى موجود ومتوفر نعمل تاني، وان شاء الله قريب نعمل كمان البسطرمه ونعمل السجق ونعمل المصنعات الحلوه اللي حضراتكم بتحتاجوا تشتروها من بره دايما، مش تشتروها تاني ابدا. طيب نبدا باول حاجه نقول لانشون اللحم. عندي ربع كيلو من اللحم المفروم، انا عاملها على مقادير صغيره للي حابب يجرب، علشان في اصدقاء لينا كتير ما جربوش عايزين يجربوا في كميات بسيطه. عندي ربع كيلو من اللحمه المفرومه، عندي 50 جرام من سميد البسبوسه او السميد الناعم، يعني حوالي ال 50 جرام دول يعملوا حوالي معلقتين كبار، ما يعملوش نص كوبايه، يعملوا معلقتين كبار. طيب عندي اربع بيضات، عندي كوبايه من الزيت النباتي، عندي اربع قطع من الجبن المثلثات، عندي فلفل حار ده حسب الرغبه، وممكن ما يبقاش حار، ممكن يبقى مكانه فلفل حب اسود زي ما تحبوا. طيب عندي معلقه صغيره من الكمون، توم باودر او توم مفروم زي ما تحبوا، وعندي كزبره جافه، وعندي معلقه صغيره من الملح. لما اجي هقدم اللانشون اكيد هقدم معاه ساندوتشات كده لطيفه، كايزر وخس وطماطم خيار، اي خضروات لطيفه موجوده في البيت نعمل ساندوتشات كده جميله للولاد. تعال نقول بسم الله ونبدا في الاول. اللانشون انا هعمله النهارده بطريقتين، طريقه فيها اللانشون باللحم الني، يعني لحم مفروم لسه ما استواش ولا اي حاجه، وهعمل طريقه لانشون الفراخ بالبواقي الموجوده. لو عندكم بواقي فراخ مسلوقه تقدروا تستفيدوا منها في ايه تاني غير ان احنا نعمل فيها كشك وندخلها في فطاير ونقطعها في عجه او نقطعها في وصفات تانيه ممكن نستفيد منها، ممكن نعمل منها اللانشون وتجربوه في البيت وتشوفوا كده اخبار ايه. فانا هعمل وصفه النهارده بالطريقه اللحمه باللحم الني كده، وهعمل وصفه اللانشون الفراخ بالفراخ المسلوقه. طيب هنقول بسم الله. انا هاخد المقادير دي قبل ما ابدا اعمل اي حاجه، هشوف البيض الاول نكتشفه كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هكسر البيض علشان اطمن انه البيض ان شاء الله سليم، خصوصا احنا لما بندخل على الصيف والحر. حتى لو انا بشتريه، والله لو اقول لكم انا اشتريت كرتونه البيض من مكان معروف جدا، ماركت كبير جدا، لقيت البيض كله بايظ على الرغم انها بيض اورجانيك، وكان متغلف كل الكرتونه الكبيره دي كلها اترمت لان طريقه الحفظ كانت سيئه، وعايزين نتكلم عنها يا ندى. طريقه الحفظ او التخزين في المكان ده سيئه جدا، على الرغم انه مكان كبير جدا ومعروف، يعني الواحد بيروح ياخد الحاجه عارف ان في سحب كتير، واحد بيطمن لانه في سحب فاوريدي الحاجه ما بتقعدش، لكن التخزين خاطئ 100%. طيب هبدا اكسر البيض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا ايه، معلش هشيل البيضات دول هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد بيضه بيضه كده. بسم الله. عايزين بقى يعني واحنا شغالين كده، ليه بنقول مثلا احنا ممكن نعمل ده في البيت؟ وانا قررت النهارده اني اعمله مع حضراتكم بطريقه سهله، وبطريقه يعني ما فيهاش مكونات كتير، عشان تستمتعوا بانكم تجربوه، وان شاء الله تبقى وصفه ناجحه. ان في ناس لما بتبقى الحاجه دي اول مره تعملها بتبقى عندها تخوف شديد جدا ان هي تبوظ منها، ان شاء الله هي مش هتبوظ باذن الله، وهنلتزم بده. ولان في خطوه مهمه هتتعمل في ان انا اسوي اللانشون ده بيها، فان شاء الله هو هيبقى هيتماسك ومش هيبقى فيه عندي اي مشكله باذن الله. طيب اول حاجه هاخدهم كده، هاخد البيض بعد ما اتاكدت ان كله بيضه بيضه سليمه بفضل الله، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. اهو هحط كده كل كميه البيض، هضرب في الخلاط حتى باللحمه، ممكن باللحمه اللي عايز يعمل في الكبه ماشي. هاخد بقى عليه الجبنه المثلثات، هنعمل ان شاء الله يوم للاجبان، بس يوم للاجبان اللي هي ان احنا نقدر نعمل جبنه كريمي في البيت من اللبن بتاعنا
الحليب بتاعنا ونعمل الزبده ان شاء الله، ونعمل المش بتاعنا من المورتن نسيح الزبده بتاعتنا بعد ما نفصلها ونعمل الحاجات الحلوه دي في البيت، مهمه قوي. بيوت يعني المحافظات او الارياف او الصعيد او مليانه خير زي ما بيقولوا، احنا اتعلمنا ده، كانوا اهالينا بيعملوه وشفناه، وشفت ما كانوا بيسيحوا الزبده عندنا وكانت والدتي تاخد المرطه ونعمل المش وهكذا. فاحنا محتاجين للثقافه دي شويه في حياتنا، لانه كل حاجه بقت سريعه قوي وبقت كل حاجه مصنعه. احنا عايزين نتكلم شويه عن ان احنا لما هنعمل ده في البيت هيفرق معانا قوي، ان المصنعات ليها اضرار عايزين نتكلم عنها. هكلم حضراتكم عن المصنعات. طبعا اول حاجه بتسببها لمرضى الضغط، اولا بتاثر جدا على مرضى الضغط لانها بترفع الضغط وبتعمل مشاكل الله اكبر لا قدر الله في الامعاء والمعده، غير ان هي بتاثر كمان في مرضى القلب وبتعمل سمنه. الحاجات دي كلها يعني ليها اضرار مش حلوه. بصوا بقى احنا بنحط، طبعا اللي عايز يحط توم باودر وبصل باودر براحه حضراتكم، انا بحطهم كده عشان يبقى، وحطيت هنا معاهم الكزبره، وعندي عايزين تحطوا بقى للحم بهارات لحم براحه حضراتكم، وعندي الكزبره. بصوا بقى انا هستفيد ايه لما احط السامولينا ده؟ ممكن حضراتكم تسالوني، في ناس بتحط مكانه دقيق لتماسك الايه اللانشون نفسه. انا هحط الدقيق السامولينا ده، اولا بيدي ترميله، وفي مصانع كتير اما سالت بجد وتقصيت عن الموضوع لقيت ان في مصانع بتستخدمه، اللي هو سميد البسبوسه الناعم ده اللي قدام حضراتكم ده، هو ده انا هحط منه. ينفع استبدله بدقيق، بس هو ميزته انه خفيف وميزته انه بيدي ترميله كده لللانشون بيخليه زي بره، ويبقى بديل للدقيق ان احنا حطينا دقيق جوه اللانشون، يعني فاهمين قصدي ازاي؟ لكن طبعا اللي يريح حضراتكم، في ناس بتحب تعمله على طريقتها وبتبقى مبسوطه بالطريقه دي وسعيده. طبعا ما تنسوش ان في كوبايه زيت كامله نباتي هستخدمها، هحط الاول من الملح والفلفل. طبعا اللي عايز يستخدم فلفل حب بنحطه جوه زي ايه ما بنجيب كده اللانشون المستورد او اللانشون اللي بنشتريه من بره يعني، ورشه طبعا ملح يعني شويه فلفل حلوين. ده لحمه، فاللحمه بتتبهر كويس. هتلاقوا دايما ايه، تلاقوا في حبوب الفلفل كده بتتقطع او زيتون. انا هعمل الفراخ بالزيتون وهعمل ده بحبوب الفلفل. خليني الاول احط كده اللحم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربع كيلو من اللحمه وربنا يسر ويستر ان شاء الله. كده يا نودي بدل ما تطمنيني. ماشي يا نودي، الله يسامحك. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط كده كوبايه من الزيت. خلينا بقى ايه، ان شاء الله وعد باذن الله للي عايزين اللانشون من غير يعني لا لحم ولا فراخ نعمله بطريقه اقتصاديه بفضل الله. نحط بقى الفيشه، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا اسراء، رقوامه ما ينفعش برجر خالص، بيسالوني جوه. طيب الفيشه بس، تعالي محمد بعد اذنك حط لي الفيشه اذا تكرمت، عشان انا مش متخصصه في الكهرباء عندنا في البيت، انا اخري ممكن لو اللمبه اتحرقت اغير اللمبه، غير كده لا، وانا كده يعني دي قدراتي، لكن اشيل فيش بقى والمس فيش واغير سلاك وكده يعني لسه ما توصلتش للمرحله دي. بسم الله. بقى جامد كده كل المكونات. لا مش كل الناس عندها الكبة، هنقلب بقى كده واحنا شغالين. ممكن نحط له شوية زيت كمان. لا وهنقلبه عادي بالسباتيولا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هو اتضرب بالفعل بس بقي شويه اللي تحت اهو. في ناس ما عندهاش الكبه تقدر تعمله في الخلاط عادي جدا، اهم حاجه بس تبقى اللحمه تمام. زي ما حضرتك
حضراتكم شايفين كده، هنزل وهقلب اهو خلاص تمام. يبقى بس الخليط ناعم زي ما انتم شايفينه كده، وشايفين دي ليه قوام برضو، يعني ما هوش ميه، ما هوش سائل، هو قوام ولكن ليه قوام ماسك نفسه. لان انا بقى هعمل فيه ايه؟ هسويه ازاي؟ زي عرق اللحمه البارده بالظبط. بسم الله. بصوا بقى بيطير زي العصافير. تعالوا بقى بسم الله، ادي القوام بتاعه. هقلب المرحله دي، تقدروا تحطوا فيها لو انتوا حابين الالوان الصحيه، ان احنا ندي فيها لون معين، يدي لون الايه، لون الاحمر بتاع اللحم شويه. دي اختياريه انا سايباها لحضراتكم، انا مش حطيتش اي الوان. انا بجيب كده اول حاجه، بسم الله، هجيب السيلفر او الورق الالومنيوم وهفرد. طبقتين كده. ماشي الكلام. بسم الله. وهاخد هنا الاسترتش ده، هعمل كده وهاخد طبقة تانية اعرض بس بيها الورقة اللي انا حطاها دي كده. كده خلاص. حط على النار انا حلة، الحلة دي فيها منكهات بوكيه جرني. ايه هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن، بسم الله الرحمن الرحيم، اوري حضراتكم. بسم الله. بصلاية، جزراية، عود كرفس، ورق لورا، كم حبة فلفل اسود، علشان ادي منكهات وطعم لما اجي انزل اسلق فيها الايه، اللانشون بتاعك. هاخد كده الكمية دي، شوفوا ما شاء الله. كده هنزل كل الحاجات اللي تحت دي. اقدر في اللانشون ده احط فيه حبوب فلفل، حبوب فلفل حصى يعني صحيحه تدي ليه شكل. بصوا انا عايزه اعمل كده، وهبدأ ده بلفه يمين. شايفين انا برول ازاي كده، وده بلفه شمال عكسه الناحية دي، كل واحد عكس التاني لحد ما ياخد الشكل الاسطواني اللي هو شكل اللانشون زي اللي نشتريه من بره اهو. شايفين حضراتكم ازاي؟ زي البونبوناية، بس دي بلف كده ودي بلف العكس. طيب انا دي هروح عقده هنا كده، عقده، او يعني اعمل كده اربط هنا كويس كده اهو. وهنا كمان باخد دي الناحيه الثانيه المعاكسه ليها زي ما حضراتكم شايفين. المفروض ان انا افرغ كل الهواء ده اهي هنا كده قبل ما اقفل من الناحيه دي اهي، عشان ما يبقاش فيه تفريغات هواء اهو. خليني كده افرغ الاول الهواء خلاص، عشان ما يبقاش فيه تفريغات. شايفين ازاي اهو؟ ماشي حبيبتي، شكرا يا اسراء. كده هنعمل كده وانا بلف. عارفين انا ليه فضيت تاني من الجنب ده؟ عشان اطلع الهواء، عشان ما يبقاش مخلي الاسطوانه فيها حتت مفرغه هواء. الهواء ده يخليها ما تاخدش الشكل الاسطواني كله مظبوط، وانا عايزه اخليها تبقى شكلها حلو اهو. بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه. وده البلاستيك الصحي اللي بنستخدمه دايما. هاخد بقى كده الفويل
وهبدا ارول كده، وهقفل عليه برضو الناحيه دي كده ده والناحيه دي. اه طبعا عشان يستوي. حلو الكلام. وهاخد كده بعد ما عملت كده شكل البونبونيه والاسطوانه دي، هروح بسم الله الرحمن الرحيم عند الميه اللي فيها بوكيه جرنيه، هنزل اللانشو وهزود، لما تيجوا الميه تنقص تزودوا في الجنب كده ميه سخنه اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان تغمر الايه او تقلبوه على الناحيه الثانيه. حلو الكلام. ماشي حبيبتي يا ندى، اهو انا خلي بالكم عشان هحط واحده ثانيه فهعلي الميه، فانا مش عايزه ازودها قوي، وهسيبه لحد ما امسك كده الاقيه تماسك بقى قطعه واحده. الخليط اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي ده عامل زي الكريمه ده التقيله، بعد ما خلطت اللحم هنقول احنا قلنا ايه تاني. انا هقول لحضراتكم عملت فيه اما نرجع ان شاء الله من الفصل. عملنا لانشون اللحم، عملنا فيه اربع بيضات، حطيت ربع كيلو من اللحمه المفرومه، 50 جرام او معلقتين من سميد البسبوسه الناعم في الخلاط، حطيت اربع مثلثات من الجبنه المثلثات، حطيت فلفل حار اخضر او تقدروا تنكهوا ببابريكا او تقدروا تنكهوا بزيتون او بفلفل حصى باي منكهات، حطيت كمون وحطيت توم باودر وبصل باودر، حطيت كزبره جافه، حطيت ملح وحطيت فلفل، واخر حاجه حطيت كوبايه من الزيت النباتي. ما عملتش اي حاجه ولا محتاجه كبه ولا حاجه، انا عملت في الخلاط زي ما حضراتكم شفتوني عشان اصدقائنا اللي ما عندهمش كبه انا يعني هقول بكل الطرق تتعمل ازاي. اهو بصوا بقى، جهزت هنا حله فيها بصلايه وجزرايه وعود كرفس وورق لورا وحبهان، وقلت هغلي فيها او هسوي فيها اللانشو، لازم تبقى ليها ريحه حلوه عشان يكتسب الطعم، مش في ميه مغليه يكتسب الطعم من منكهات زي المرق. خلاص حطيته هنا وهبدا اغطي النار عليه وهسيبه حوالي 40 دقيقه لحد ما يتماسك مع حضراتكم. بعد ما بيطلع بسيبه يبرد واحطه في الثلاجه، لازم يبات ليله عشان يتماسك يطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه في الطبق اللي هناك. لانشون اللحم لا ده لانشون الفراخ، اللحم اللي هناك اللانشون ده الاسطوانه او الحجم، انا عامله ربع كيلو طلع الشكل ده. طب ما انا تخنت الاسطوانه بتاعتي، هم هنا عملوها رفيعه، كل واحد حر تقدروا تعملوها زي الكبير وتقدروا تضاعفوا الكميه وتعملوا قد اللي بيتباع في السوبر ماركت، وتحطوا فيه زيتون اسود او اخضر اي حاجه انتوا عاوزينها. منكهات ترجع لحضراتكم، توابل ترجع طعمها للي بتحبوه. هستسمح حضراتكم دلوقتي بعد ما خلصنا لانشون اللحم هنطلع استراحه، هنرجع باذن الله بعد الاستراحه نجرب بقى هنعمل لانشون الفراخ ازاي من الفراخ المسلوقه او اللي باقيه عندنا، هنشوف مستنيه حضراتكم.